الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. يبقى الحق أساس إنسانية الإنسان ووجوده، ولا مناص بأن الحقوق ترافق الإنسان منذ ولادته حتى نهايته، وهي حاجاته الذاتية والجمعية المستحقة له فطريا منذ الخليقة، وهي عنوان القيمة الإنسانية والكرامة البشرية المتأصلة. إنها استحقاق معنوي، منها الحريات الأساسية المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا، لمجرد كونه إنسانا. وبإقرار هذه الحريات فإن المرأة يستطيع أن يتمتع بالأمن والأمان، وتتحقق قدرة اتخاذه القرارات السليمة التي تنظم حياته. فما هي حقوق الإنسان؟ إنها مسار التقدم وعنوان التحضر والتمدن، بل أكثر من ذلك. حقوق الإنسان ليست ترفا وتباهيا أو مراضاة للمجتمع الدولي، وإنما هي مصلحة وطنية وحاجة ماسة تعزز تماسك المجتمع وتحفظ سلمه الأهلي وأمنه الاجتماعي، وهي ضرورة لصون الأمن ومكافحة الإرهاب. حقوق الإنسان منهج لتعزيز المواطنة والانتماء الصادق في حياة البشر، ومن أخلاقها الحفاظ على مصالح الوطن. فمن حقوق الإنسان تنبثق حقوق الوطن، لأنها حزمة شاملة لا تتجزأ. كذلك الإنسان جزء لا يتجزأ من وطنه. فمحبة الإنسان لوطنه خصلة من خصائل الإيمان ومن فطرته السوية، فهو الأرض الذي عاش فيها وترعرع بين ربوعها وتربى من خيراتها. فمن واجب الحقوق عليه أن يحافظ على وطنه ويحميه ويفديه. ولأن أي دولة تكمن قوتها في نهضتها ونموها وفي قدرتها على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والحد منها، إذا ما اقترنت النوايا الطيبة والصادقة بالعمل المثمر والإصلاح الجاد. فالمملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان أكدت حرصها على المضي قدما نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترامها بالتزاماتها تجاه المواثيق والمعاهدات الدولية، تزامنا مع رؤيتها 2030 التي تضمنت عددا من الحقوق كالحق في الحياة والأمن والصحة والتربية والتعليم والتدريب والإعلام وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية وغيرها. أكثرها إنجازات تحققت في مجال حقوق الإنسان، يساندها في تحقيق هذه الأهداف السامية قيادة هذا البلد وإرادتها القوية وهمة الشعب السعودي العالية الذي هو محور التنمية وموضوعها. أقف أمامكم أيها الأحبة من هذه المنصة، منصة منتدى الثلاثاء الثقافي الذي منحني شرف أن أقف أمامكم هذه الليلة لأتحدث عن واحد من أهم الموضوعات التي شغلتني وما زالت تشغلني وتشغل أكثركم إن لم يكن كلكم. بدأت قصتي مع العمل الحقوقي منذ نعومة أظفاري، منذ كنت في 13 من العمر. بدأت من مجتمعي الصغير في مدينة صفوة الذي يمارس الأعمال التطوعية من تلقاء عاداته وتقاليده، ثم مررت بمنعطف آخر لأتجه نحو اتجاه مختلف، وهو حمل الهم بحقوق الإنسان، وقد نشطت فيه لسنوات طويلة عشت فيها تجارب مختلفة إلى أن نضج العقل
وأيقن القلب وظهرت ملامح العمل الحقوقي عبر قنواته الطبيعية السليمة. بعد كل هذه السنوات من الحل والترحال والعمل في الداخل الوطني ومراجعة ما جربته وشاهدته وخبرته، يجوز لي القول أن العمل الحقوقي ما زال من أخصب الحقول لمن يريد أن يشارك في مساعدة مواطنيه وفي وطنه، ولا يمكن لعمل حقوقي أن ينشط دون التسلح بالثقافة العامة وبالأنظمة وبالقوانين التي تنظم الأمور. إن أسمى أهداف العمل الحقوقي هو الالتزام بروح المواطنة قبل الاستجابة إلى الحماسة أو الانفعال أو العاطفة غير المنضبطة. وكم من عمل حقوقي انحرف عن منطقية المعالجة وتسبب في مضاعفات للمشكلة الأولى التي مررت بها وعلكم تعرفونها، ذلك أن حقوق الإنسان ليست مجرد فكرة بل هي مجموعة مبادئ سامية، والمبادئ السامية في حاجة إلى آليات تنفيذ سامية مثلها، ومفتاح ذلك هو دراسة القوانين وقواعدها وأنواعها مثل القانون الدولي والقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون الإنساني، وبالذات فيما يخص بالشأن العام المحلي والوطني من قوانين ولوائح وأنظمة، فضلا عن الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بمبادئ حقوق الإنسان. إن ذلك هو ما يعطي العاملين في حقوق الإنسان أفقا أوسع وأكبر لخدمة قضايا المجتمع والوطن، ويساعدهم على مواجهة الصعوبات والتحديات. إن العمل في مجال حقوق الإنسان يجب أن يكون محمياً من الأجندات المشبوهة التي قد تحرفك عن مسارك وتضعك على طريق غير الجادة التي كنت تسير فيها. يبقى الوطن ومصلحته العليا فوق كل اعتبار مهما تكالبت عليه الضغوط والمشاكل، وهذه قاعدة أساسية لا مجال لمناقشتها، خاصة أمام سيل التحديات التي يواجهها اليوم وطننا والمجتمع والنوافذ التي نفتحها لأعداء الوطن والأمن والسلم الوطني والاجتماعي. حمى الله الوطن وحفظه الله من كل سوء. وقبل الخاتمة، كان لحقوق ذوي الإعاقة الهم الأكبر لرسالتي في الحياة، ولا زلت أسعى أن أصل بحقوق هذه الفئة الغالية علينا إلى المستوى الأمثل الذي يلبي احتياجاتهم وحاجاتهم الحقيقية. أختم كلمتي بالاعتزاز والفخر لكل من يكرم من كريم، كيف لا، ويكون هذا التكريم منطلقا من هذا المنتدى، منتدى الثلاثاء الثقافي في محافظة القطيف. الذي حمل على عاتقه نشر ثقافة حقوق الإنسان، هذا العمل المؤسس الرائع الذي شكل خطوة نوعية في إرساء قواعد التعامل مع العقل الإنساني، وساهم بشكل كبير في نشر ثقافة حقوق الإنسان، فجمع الطاقات ووحد الجهود وبرز شامخا برسالته الحضارية، مستثمرا وجود الكفاءات الوطنية المتنوعة ليؤدي رسالة سامية يسجلها التاريخ. لقد فاجأني عندما أطلق نبأ ترشيحي للتكريم السنوي لهذا العام لاختياري الشخصية الحقوقية لعام 2018،
وجعلني من المكرمين، ولي الشرف الكبير أن أكون من المكرمين في هذه المناسبة، مناسبة هذا اليوم المصادف لذكرى انطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذه ثقة عالية منحتني إياها النزاهة والحكمة والضمير الحي والتفاني والعطاء المثمر لراعي هذا المنتدى الأخ والأستاذ المهندس جعفر الشايب، ولفريق العمل المتميز، فألف شكر على تقديركم لي مقدمة هذا التكريم لوطني الغالي ولوالدي ولمن كانوا سبباً في استمرار واستكمال مسيرتي، من وقفوا معي بأشد الظروف لشراع سفينتي، زوجي الغالي وأسرتي، ولمن حفزوني على العمل والمثابرة أصدقائي، وإلى رفقاء الدرب حفظهم الله، ولكم أنتم أحبتي محبين الخير والإنسانية، فشكري لن يوفيكم حقكم، فقد سعيتم حقا سعيتم فكان السعي مشكورا، فإن جف حبري عن التعبير فسيكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا. أعهد الله أن أكون عند حسن ظنكم وفية لهذا التكريم بمواصلة العمل لخدمة الإنسانية والمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.